أهلا بكم مشاهدينا. شباب الليبي الذي يشكل أكثر من 70% من الشعب الليبي قدموا تضحيات كبيرة، فكان على عاتقهم الكثير. اليوم أصبحوا لا مشاريع لهم ولا وجود في الحياة بين مجتمعهم إلا في ساحات القتال. فإن دور الحكومات والسلطات تجاه الشباب منذ سنوات غير معلوم. ما المطلوب تجاه الشباب؟ ما الأفكار والمشاريع المطلوبة تنفيذها أو المطلوب تنفيذها في اتجاه هذه الفئة المهمة من الشعب الليبي؟ شباب قدموا الكثير، حملوا على عاتقهم التغير التاريخي في الدولة الليبية والحرب على الإرهاب، وأيضا يعني الكثير من مناحي الحياة كانت على عاتق فئة الشباب الليبي الذي قدم الكثير من التضحيات، سواء كان في ساحات القتال أو حتى في ميادين عدة. إذن النقاش مفتوح أمامكم الآن، والأفكار نريد أن نسمعها منكم تجاه فئة الشباب. ما المطلوب من الحكومات؟ للأسف نريد نسميهم اليوم بالحكومات لأننا لا نستطيع أن نقول حكومة واحدة، لأن الآن عدد من الحكومات وأيضا السلطات الموجودة في البلاد، مجالس بلدية غيرها. ما المطلوب منهم تجاه الشباب الليبي في هذا التوقيت؟ وهل أصبحوا الشباب لا مشروع لهم ولا أهداف حقيقية لهم ولا صون لكرامتهم في تجاه الرياح العاتية التي تجتاح البلاد من أفكار متطرفة؟ بطالة، نقص في الموارد، نقص في السيولة، غياب للرؤية، غياب للمشاريع، قلة في نسبة التخريج أو التعليم أو والبحث العلمي وغيره. نريد أن نفهم اليوم في هذه الحلقة عن مسار الشباب الليبي، ما المطلوب من أولياء الأمور وأيضا من الجهات المختصة السلطات وغيره تجاه هذه الفئة. البداية مع اتصالاتكم، تفضلوا بالتواصل معي على الأرقام الظاهرة بجانبي الآن وأيضا على منصات فضاء السوشيال ميديا، سواء كان على الفيسبوك وأيضا برنامج أراء، وأيضا اتصالاتكم على الرقمي البرنامج. البداية مع بحريك من المرج وأيضا حمد من مرزم. الشباب اللي بيقدموا بحريك الكثير من التضحيات، ألا تعتقد بأن من الواجب الآن صونهم، من الواجب النظر فيهم؟ وما الأفكار التي تطالب بها السلطات المعنية، سواء كان مجلس بلدية وغيره، تجاه هذه الفئة؟ تحية طيبة لك يا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك كافة العميز الأخوة اللي قال في الكنترول. نعم، لا شك هذه الشريحة الشباب أنها مهمشة في السابق وفي الحاضر. وعندما نرى هالأحداث وهالقتل وهالذبح وهالفصائل وهالكتائب وهال هذا كله نتيجة عدم الاهتمام الدولة بهذه الشريحة بالذات، وخاصة في حقبة النظام السابق. ليبيا انغد وما يريد الشباب وهالطروحات وهالبنك الفاضي وتصرف المليارات والملايين في أشياء تافهة، بينها شريحة في المجتمع مهمة كقطاع الشباب. وجاءت هذه الثورة يعني مع الأسف جدا، أغلبية الزهور الشباب الورد راحوا في حروب عبثية تسبها الأولاد الحرام والأفكار الظلمية، أبنائنا أصبحوا مشتتين، والحكومة والبرلمان والمجلس النواب والكافة ليس اهتمام بهذه الشريحة إلا بمكاناتهم الخاصة ومنافعهم الخاصة وخلاص. لماذا ما يفتحوا مجال للتعيين العناصر الوطنية؟ بينما يجي الأجنبي الغريب هو اللي يملك وهو اللي يعيش وهو اللي ياخذ وممكن حتى يتناسب عمار ويجوز، وبينما الليبي يعيش بلي. والله إن واحد من الناس عندي يجي أربعة من غير عمل قاعدين هالكلام وخلاص، ما تعرف وين تمشي المصالح. العملية بالوجوه، مادات، شريحة تدرس وشريحة ممنوعة من